سمعت سوينا ريستارت الستريم. اه اوكي اي جوت ات شود بي لايف ناو مره ثانيه صح ناو ناو يس يس بس احد يقدر يدينا كونفرميشن عشان مايك يو هاف مايك از بيرفكت بيرفكت جود لا اي مين في ستريم ستريم ما هو تمام يا ام اوبن ات فاتح بالسكرين اللي جنبي اتس فاين سو اكمل على نفس نقطه مو حق المايند سيت او الهيلثي مايند سيت بالذات في الموضوع البارتنر قد ما تلاقي بارتنر سواء احسن منك متوسط الليفل او اقل منك احنا تكلمنا اكثر شيء انك انت كيف مع البارتنر انت ايش المايند سيت حقك للبارت يعني لما تلعب مع البارتنر وكمان في نفس الوقت احيانا تحتاج ان البارتنر يمد يده شويه يقول لك تعال ايش عندك اغلاط وكذا بس في نفس الوقت لازم تعرف انه الشخص اللي بتلعب منه ضدك عفوا الشخص اللي بتلعب معاك يبغى النولج ولا لا لانه في ناس يقول لك هذا ايش بيديني نصائح حسبني ما اعرف العب yeah. ف you have to read people you have to know الشخص هذا يبغى معلومه ولا ما يبغى وفي نفس الوقت انت بتلعب والله الشخص هذا يعني is he willing انه يقعد معايا ومع اغلاطي ويستحملني ولا بس يبغى يلعب مع ناس اقوى ف لازم يكون في تمام which is not a 2D layer يعني فيها layers و layers و layers of understanding each other و I think هذه تيجي يعني لما تكون في الكوميونتي وتعرف تتعرف على الناس وهذا الاشياء you build relationships مع الناس و you start training with them على موضوع البارتنرز وكشخص اعلى منك في الليفل ايش تسوي اظن هذه نقطة يعني جدا مهمة انه البارتنر الوحيد اللي تيجي تلعب معاه افضل منك بكثير how can I يعني improve لانه عاده الشخص اللي مره اقوى منك يمسخرك بشكل انت ما تقدر تتعلم منه شيء صح سو وات از ذا اوبشنز اللي تقدر تسويه وانا شخص عانيت 4 سنين مع البطه ده تحت فوق يمين شمال بيسكلي يعني كمان لا تنسى ماتش كان روزالينا لويجي كان يعني مو يا بس يا الهي روزالينا تفوز يا إلهي بس at the same time كان في شيء دائما يشجعني وهذه نصيحة جاية من تجربتي أنا الشخصية don't be afraid to experiment أنا ممكن أبيع الماتش مو in the sense of خلاص أنا خسران ولا حرمي F smash ولا for science حرفيا أقعد أقول أوكي I'll try not to fish بس I'll try لما تيجي situation ده I'll try this option شوف شكله معايا أتراي إنه كل ما هو يحاول يعمل سبيسينج أدخله سايد بي لويزي أقول أشوف إيش يصير هل لومة يطير ما يطير لومة ينضرب ما ينضرب طيب لو ضربته وطار لومة قديش عنده وقت يضربني فأجي أحسب هذا الأشياء كلها طيب أنا حسوي ريسك قديش الدمج اللي حيجيني إذا 5% طز ما تفرق معايا ذاك أضربني على قال لومة مات ف you try to experiment try finding ways شوف السيناريو هذا بينعاد كل شويه you always get grabbed up throat و 50-50 طيب how can I not get grabbed من الاساس you think of ways تطلع والله neutral b parry حاجه power shield تشوف كل الاوبشنز اللي عندك try at the same time انت بتخسر and you know you're gonna lose لانه هو احسن منك بكثير بس once you gain knowledge by trying new things حتى لو كانت janky try them see how it works and see how the opponent is dealing with them so you keep on adding you try to understand okay انا حطيت الاوبشن ده جربته an opponent عمل لي كاونتر وعرف كيف يتصرف ضد الاوبشن حقي الجديد اللي طلعته انا اتعلم من الاوبوننت انه هو كيف عمل لي الكاونتر ده so that's a piece of information okay خسرت ما تفرق اوبشن ما صارت تزبط عليه ما تفرق بس اتعلمت انه هو كيف حول الباد او الجود بوزيشن حقي انتو سمثينج باد اوكي سو يو جين النوليدج من الاوبوننت باي تراينج نيو ثينجز وهذا شيء مره ضروري يعني انا كثير احيانا يعني كثير من المرات اقعد يعني لما العب معهم العب نيوتر وكل شيء فجاه كذا اجرب شيء مره غريب واخسر عادي ديدي ابي شو تسوي انت ديدي ابي ديدي ابي مثلا That's a different story. But actually, في ID استقلع منها. فتعرف كيف جات الديدي أبي؟ كيف؟ أول ما شفت الدامج أوتبوت بدأت يعني experimenting more. وكان من أصعب الماتشبس في أيام سماش 4 لديدي كان ماريو. لأنه كان عنده الكيب والبنانا.
اوكي فما اقدر اسوي بنانا ابي براحتي لانه قدامي جاوت بوت شيء خرافي. فطلعت لي فكره غريبه، كنت اجي ارمي البنانا عفوا ايه على اساس اني حرمي البنانا بس ما ارمي البنانا، اقوم اجري عند الابونت ماريو واسوي ابي الناحيه الثانيه بعيد عنه. ليش؟ لانه اذا سوى كيب حينفجر عليه، واذا ما صد حينضرب من الابي وانا بهرب، واذا صدها فانا ههرب منه، فكل الحالات انا فايز فيها. ولو جاي يعمل بانش ما حيقدر يلحق، يعني لو قدر يعمل بانش كلها كراب طز، ولو سوى روح يضرب كذا ولا كذا. بالضبط بالضبط. فانت عندك يعني هذه something experimented وصارت تزبط ممكن تقول 3 مرات من 10، بس if you keep mastering and trying and trying and seeing حيكون عندك option جديد you can use from time to time على opponents ما هم عارفين الاوبشن ده. كم مرة مو ملعب معي شو اسمه ده، كم مرة مو ملعب ضد top player ديديز على ايام سماش 4 كثير، بس I started introducing new elements هو مو متعود عليها. I started winning matches بسبب النيو تكس هذه اللي انا ايش I experimented. وبسببه الاذر توب بلايرز الديدي صار they have no chance انا طلت كذا هذا هذه الحلقة القديمة بعد نيو سيزن بس تبونا انا في سيزن 6 فاهم سيزن جانك في نقطة بكمل على كلام عزوز بس عشان لا تضيع نقطة انه لما البيتر بلاير بيقول نصيحة لواحد ما يستقبل او هو ما يبغى ويكون يعني eventually يكون هذه غلطة البيتر بلاير لانه بكل بساطة انا ما بسمع منك انا بس ابالع ترى صوتك راح يا ثامر ابالعب ما صوتي راح بعد خلاص تمام تمام قبل شوية قلت ابالعب راح ابالعب اللي كنت بقول لك عليه انه الكلام اللي قبل شوية قلت المحاضرة اللي قبل شوية قلتها على موضوع البرايد كلها عشان تقدر انت تستقبل لانك انت المفروض تستقبل الكلام لا صح تكون صح. too prideful وتيجي تقول هذا قاعد فلسف على راسي ومدري ايش ترى انا لما اكلمك ما اكلمك عشان انقص فيك اكلمك عشان ابغاك تصير احسن وترى ما هو ترى completely selfless الهرجة ترى لما انت تصير احسن eventually انا اصير احسن صح لا تحسب انه انا كده بس charity فاهم كيف لا تحسب اني قاعد تصدق عليك ترى انا يكون عشان انا كمان اتحسن فانت لازم تفهمها من هذه الناحية مصلحتين يعني ايه في ناس يحسبوا لا يعني you're giving me charity ويصير الوضع prideful ويصير كده stupid pride لا ترى انت احسن انا حصير احسن عشان اهزمك فكلنا بنتطور فاهم كيف صحيح. اتوقع البوينت اوف فيو حقي انا بالذات يختلف عن موم و وملوخية لأنه كيف أنا لما مثلا دحين for the past couple of months أنا been playing مع ملوخية تمام يعني وأنا عزوز وملوخية play they're تقريبا at the same level تمام بس أنا كعلي إنه I'm way below عزوز levels of skill تمام ف when I play with him كنت أسمع كلامهم I was like okay هذا أنا اللي قاعد يقوله exactly this is me لأنه إيش You will get frustrated. حتحس إنك أنت literally you are not playing the game أصلاً. أنت المومنتوم حقك بح طار. يعني. You're getting extreme lulled. Exactly. ف in that يعني in that position أنت أوكي توقف. تقول أوكي I'm doing something wrong. أنا I need to ask the better player or get his advice in okay what can I do to get out of the situation. تمام. But he will give you any sometimes ما يقول لك okay do this option لأنه إذا قال لك do this option خلاص he knows that you're gonna do this option he will still hit you فاهم لا فهو إيش يسوي لك يعطيك the core principle of the mechanic حلو and how to avoid it تمام by doing that بس بكمل معك إنه نحن تكلمنا عن هذه النقطة في الحلقة اللي فاتت كيف تدي نصيحة no problem كيف تجاوب فاهم كيف النصيحة على حسب لأنه ما في one option is the right exactly. option صح ماشي dynamic game فاكمل if you talked about it has perfect that yeah تكلمنا على التفاصيل لأنه النصيحة لو أجي أقول لك هنا دائما تسوي air dodge that's bullshit exactly فاهم كيف فخلاص يعني تكلمنا على التفاصيل هذه وما أتوقع الشباب يرجعوا
هو بس يعني البوينت حقك صح، البوينت يس حقك يس صح، انه لما تسال يعني لما يروح البرايد منك ويكون اللاعب اللي ضدك مزبوط قاعد يفوز وانت ما عندك اي جو يس، ما عندك الا انك تسال عشان تتطور. اكزاكتلي exactly. هذا البوينت اللي كنت بوصل، انه just lose your pride take a hit under your chin وتعلم. That's the point. ترى stupid pride والله gets on the way حتى في اشياء غير سماش. صدق لازم تسال، ما تعرف اسال، لا تسوي لي فيها معلم ولا تسوي لي فيها انك يعني لا تتفلسف صراحه. لا تضيع وقتي ولا ضيع وقتك. صدق 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 مو تريجرت، مو مره تريجرت البرايد. لا يعني باختصار اتوقع لان معيش احنا شباب فصل علينا النت شوي فصار فيه تقطيع كثير في الكلام، فانا بقول بمختصر الشباب اللي قاعد يقولونه انه المايند سيت حقك هو اللي ياثر على انك كلاعب ولا مو لاعب. مثلا علي كبشكل يتكلم الله يجزاه خير كان يقول الهيلثي مايند سيت حقته انه لما يجي ما يعرف ايش قاعد يصير فيقوم يسال، فذيس از جود يعني هو قاعد يحاول انه يسال عشان يتعلم عشان ياخذ معلومات من الشخص الثاني، الشخص الثاني هو يعتبره احسن منه. طبعا كلنا زي بعض في الاخير يعني احنا نتعلم من بعض، اتس نوت او توب بلايرز هذول ناس وي ار اول هيومن في الاخير كلنا بشر. فهو عشان توصل مرحله انك انت تعترف ان هذا بشر وانا اقدر اتعلم منه، هذه النقطه هنا كيف تكسر الحاجز، تكسر الحاجز انك يلا خليني اساله خليني اسمع منه، هذا هو اللي هو الهيلثي مايند سيت. لانك اذا انت ما كسرت هذا الحاجز مين الخسران في الاخير؟ هو ما هو خسران، هو قاعد يفوز من الصباح، اللي حيخسر هو انت في الاخير او اللاعب اللي عنده البرايد هذا. ف if I can give an example finishing off يعني yeah, okay. فعلا لما احنا الفتره الاخيره انا وعلي بنلعب بي ام بشكل مره كثير، وفي بدايه بي ام علي يعني كان دائما يخسر كثير مره هي مره بتخسر كثير بس I was gonna be شوية فلتريشن. المهم basically لما يعني علي كل شوي يدخل يعمل لابينج 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 يطلع option يشوف سيناريز يشوف situations وكل شوي هو بيلعب معايا بيحاول وحتى لما بيلعب معايا بيجرب الأوبشنز هذه، أحيانا ما تزبط أحيانا تزبط وزي كذا. فدحين recently في الأيام اللي فاتت especially today واللي أمس أظن كمان لعبنا يعني مرة اختلف، مرة صار صعب، ما هو easy إنه والله أقول لك easy أقدر أفوز لا، لأنه في أيام يمسخرني يمسخر عيشتي. فلا صرت لازم أنا كمان أطلع another level وأنا بلعب عشان اقدر ايش احاول افوز عليه. فصار في ريس اكزاكتلي فصار في ريس بالضبط مين بيحاول يوصل اعلى من الثاني which is يعني amazing صراحه ويعني congrats to you on becoming يعني this beauty of smash. حتى مو متفق وزانز يتفقون معي انه صح the beauty of smash انه اوكي at some point انت كنت مره ليفل حقك واطي اوكي لحقت عليه لما انت خلاص you became the same level he will expand his arsenal فاهم تلحق الدرايف حق السماش اتسلف صح 100% صح نلعب كثير سماش الفاتن كيف بشكل عام صراحه يعني سماش بشكل خاص وفاتن كيف بشكل عام وحتى في حتى في الاكشوال لايف حتى في الحياه الصدقيه تتعلم من الناس تحاول تفهم كدراسه تفهم كمهندس كشغال كموظف طبيب دائما تكون عندك القابليه انك تتعلم من احد الثاني لان في الاخير انت حتقعد طول حياتك تتعلم بيسكلي حتى لما تصير عمرك في الخمسين ستين انت يو ستيل ليرنينج نيو ستاف فهذا اللي هذه هي خلينا نقول الجست اوف ات دونت بي افريد اوف ليرنينج لا تخاف من انك تتعلم او تسال في الاخير ما في سؤال غبي باي ذا ما في سؤال غبي في ناس يخافوا انه يسال سؤال غبي ذير از نو ستوبيد كويستشن ده هو السؤال دايم سؤال اسال عادي لا تخاف ف اي وانت تو جو تو ذا نيكست هذا ستيج طبعا هو الان هما ريليتد في نفس الوقت احنا كنا نتكلم عن الهيلثي مايند سيت عشان تتعلم كيف شيء جديد زين السؤال الحين اذا انت الحين تعلمت كل شيء ورحت زي ما قال موما الحين درست ورحت الاختبار هو خلينا نقول البطوله زين ففي البطوله في ستريس اوكي وفي لوسز ممكن تجيك وفي شغلات ممكن تصير لك يعني ممكن تخسر جيم بايخ ممكن تسوي اس دي يعني ام جيلتي اوف ذس يعني هو الاس دي ماستر هنا ف هاو دو يعني كيف تتعاملون مع الستريس يعني انا ما ادري بعطي واحد منكم ما ادري مو تتكلم او شيء صدق هذا يبغى له حلقه لحاله توي استوعب قديش السؤال كبير يعني يعني كيف تتعامل يعني بشكل عام مع ستريس يعني هذه بريفل يس يا كيف تتعامل مع ستريس
صراحه احس في ثيوريتيكال بارت وفي براكتيكال بارت يعني ما هو كده وان ثينج. في يعني موضوع الثيوريتيكال بارت في مثلا كتاب تكلمنا عنه دائما كنا نتكلم عنه اللي هو ذا انر جيم اوف تنس. كان يتكلم كيف يعني يكون البرفورمانس حقك في التورنمنت كويس وزي كذا، لانه ستريس هو في العاده شوف انت ان اوردر فور يو تو بيرفورم يعني البرفورمانس حقك يكون مره كويس لازم تكون يعني ما انت ان ستريس بيهافير، ما تكون ان واي ما انت حاسس بنفسك، ما انت حاسس بطبيعتك، فانت لازم تفهم الثيوريتيكال بارت انه ترى في اشياء that doesn't need thinking. في اللي هو يسموه كأنه عندك two minds، one mind حق الexecution، one mind حق الdecision. فاهم كيف؟ and they're always in a constant struggle. لما تفكر الdecisions الexecution حقك يقل لأنه في أشياء بقالها micro decisions. ينفع تفكر في كل حاجة، ما ينفع لما تيجي تمسك انت كلكم تعرفوا الثلاثة وأتوقع الشات يعرف نفس الشيء. تخيل إنك كل ما تمسك تبى تعمل up throw up air تقول يلا أنا حضغط زد حضغط فوق بعدين حنط بالX بعدين حضغط فوق بعدين حضغط A. تخيل لو إنك تفكر فيها this step by step. أوكي. مستحيل تكون consistent في الكومبو لأنك كل مرة you have to go through it بهذا الطريق. هذا the overthinking يخرب على execution. فليش دائما نتكلم عن حاجة اسمها muscle memory؟ muscle memory هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن decisions كثير موجودة عندك خلاص pre-decided زي ما تقول. انت عارف انه هذا الشيء دائما حيصير هو احسن شيء. يعني زي غالبا الكومبوز تكون نفس الحاجة. فما راح تفكر فيه. عشان كده مثلا نقول لازم تتعود اول ما احد يمسكك في كومبو تسوي دي اي اوي. فاهم كيف؟ هذا الطبيعي. فاهم علي؟ هذه المايكرو decisions لو تفكر فيها دائما قبل ما تسويها يصير الاكسكيوشن حقك أسوأ. فلازم تقرا يعني لو تبغى تفاصيل اكثر يعني انصحك تقرا هذا الكتاب صراحه. فهي فيفرتس عندي صراحه. يا فهو ايش decision making و execution. صح. الاكسكيوشن يعني دائما يسموه زي الانستينكت. فاهم كيف؟ decision making تقعد تفكر راح يخرب الانستينكت حقك. صح. فانت لازم decision making يكون support للانستينكت بطريقه انه الأشياء السريعة خلاص you let it go تسويها، الأشياء اللي يبغالها تفكر صح. You keep counting. مثلاً دحين سوى رول، المرة اللي بعدها سوى رول، أوكي خلاص المرة اللي بعدها راح يسوي رول. هذه الأشياء حتى يعني تفسر لك أشياء. أحياناً stress behavior أو stress in general يجي من أشياء أنت ما تفاهمها، ليش سوى زي كذا؟ كيف؟ صح. You get frustrated. فلو أنت كذا ما أنت مشغول في نفسك من ناحية الـ overthinking في نص الماتش وقاعد you're counting what's happening وزي كذا، هذا الـ clarity يخلي عندك stress يقل. فدحين شوية أنا بدأت أدخل في الـ practical. صح. أيوة هذا الشيء يعني the more you're aware the more you have trained your muscle memory the less stress حيكون عليك. فاهم كيف؟ لأنه الـ muscle memory حاجة أنت المفروض تعتمد عليها. خلاص انت المسل ميموري انت اكيد صديقها. فاهم كيف؟ ما تقعد تتضارب معاها في نص الماتش لانك ايه لانك انت المفروض تتضارب مع الاوبوننت. هذا اللي انا اقدر اضيف يعني على كلامك من ناحيه تو مايند سيتس. اظن انت تكلمت التكنيكال واي اوف ذا برين وركينج بلس ذا سوليوشن تو ات. أنا from my experience as well I أقدر أضيف إنه there's also another two brains inside you بس مو شرط in the technical aspect زي ما ذكر موم. هتلاقي واحد يقعد يحبط فيك أنت ما تعرف تلعب أو حتخسر أو ما أدري إيش فتأدين more stress to you وفي البرين الثاني حيقول لك اللي هو المفروض يكون بالتكنيكال سايد اللي هو هنا الاوبشنز اللي تفكر فيها لا حيعمل رول حيعمل الاشياء هذه وكذا. فديس بارت العله ده هذا البرين نمبر 2 حيقعد يحبط فيك انت اخر ستوك هاي بيرسنت
او حخسر ما حوصل توب 8. طب ايش الناس حتقول؟ طب انا المفروض افوز، المفروض انا كويس، انا احسن. هذا السكند برايند اللي انت قاعد تتضارب معه نص التورنمنت ونص الماتش وسايب الابونه، المفروض تتعاون مع برين نمبر 1 اللي هو يقول لك لا والله بيسوي رول، لا حينط هنا، اللي هو البروسيس ثينكينج. سو هذا نوع ثاني من الستريس اللي ممكن تواجهه وانت بتلعب يور انر سيلف بيسيكلي. الموتيفيشن اللي انت بتتكلم عنه يعني هو جزء منه. يس يا هاو تو كيب يعني الموتيفيشن حقك بحيث انه ما لا ما ترجع تتضارب مع نفسك، فاهم كيف؟ ترو، لانه انت sometimes يعني sometimes انت you have everything right, every read right, everything perfect، بس مثلا let's say a stage خبص عليك، الله جاء البلاتفورم في وقت وانقذ الابونت. هذه الامور ممكن تخرب لك السيستم كله. You have to let go. يعني مثلا انا امسك واحد 160 واسوي له اكثر، he should die. بس سوى دي اي خرافي مرحله كبيره ما مات. حقول حيجي في بالي مثلا او وات اف حيسوي كامباك يفوز، فكذا انا نزلت على طول، عملت ستريس على نفسي. yes. فيدي صارت ترجف، صرت اخاف، صرت ريجاسينج ماي سيلف. صح، هذه اللي حتوديك في داهيه. اول ما يو ثينك انك انت الابوننت عنده فرصه يفوز عليك وهو ان هيوج ديس ادفانتج، انت يو اوريدي لوست. حرفيا انت يو اوريدي لوست، حتى لو فزت الماتش انت يوريدي يعني لوست كده ذا انتراكشن بينك وبين الاوبوننت. لانه يو شود حتى لو انت خلاص ضربه واحده تفله واحده وتموت، يو شود اولويز هاف ذا مينتاليتي انه اي كان جيت ذس باك. شوف هو بيغلط، شوف هو خايف، وتعيد وتعيد وتعيد. فذاتس انذر بارت اوف ستريس. يا على موضوع الشيء اللي يجيب فيك العيد، معليش خالد، علي مدري صدقت انك خالد. خلاص صار خالد، صار كبير. انا نت خالد، نت خالد. اللي كنت بقوله شيء ممكن يجيب فيك العيد انك تدخل الماتش تحسب انه ما راح يجيك ستريس وبرشر. ترى ستريس اند برشر از اولويز غانا بي ذير. يعني لا تحسب انه مهما تكون احسن لاعب في الدنيا، لا تحسب انه لما تلعب الماتش حيكون في زيرو بريشر. صح، ترى يور جوكينج، يعني يور كيدينج يور سيلف. فاهم كيف؟ انت لازم يو هاف تو ايدنتيفاي، يو هاف تو كده اندرستاند انه ترى حيكون في بريشر. اوكي، لا تحسب انه انا اتدربت كثير وانا واثق في نفسي اذا ما حيكون في بريشر. نو، وات يو هاف تو دو انك تتعلم كيف تتعامل مع البريشر. ترى البرشر حيكون موجود غصبا عنك. صح، اوكي. كل اللعيبه، كل الناس، حتى لعيبه الكوره، لعيبه يعني الرياضات العاديه، حتى احسن اللعيبه في العالم لما كان مثلا زيرو او الان امكاليو، ترى كلهم بيجيهم برشر وذي جيت نيرفس. بس ايش الفرق بيننا وبينهم؟ انه يعرف يتعامل مع البرشر. فاهم كيف؟ هذا الفرق. ترى يعني بس انك تصدق كده، you believe انه حيكون في بريشر، ترى هذه نقطه تساعدك. لانه لما ليش لما تيجي في الماتش ما تقول او شيت بريشر ما توقعته، لا، تكون مستعد انه ترى حيجيك بريشر. فاهم كيف؟ انت من البدايه متقبلها، صح، ما تتفاجئ من البريشر. فاهم كيف؟ وفي نفس الوقت لما تتقبل انه حيجيك بريشر، تعرف انه ضدك برضو ترى حيجيك بريشر. فاهم كيف؟ ترى زيك زيه، انت نفس الكونديشن. فهذا الشيء يساعدك اصلا انك تتعامل مع البرشر. لانه كثير ناس يقولوا لك فهم السؤال نص الاجابه. فاهم كيف؟ لو تفهم الوضع، لو تفهم وضعك، خلاص انت بدات اصلا تحل المشكله. يعني cannot solve a problem اذا ما انت اصلا داري انه في problem. فاذا حتباغتك ويجيك في نص الهرجه، زي لما يجيك مكسب اول مره تشوف في حياتك، فالنيرفز مرة أسوأ من الميكسبز اللي أنت متعود عليها. أوكي، دير ميكسبز هتيجي فيك فاين، بس لما يجي فيك أول مرة الميكسب، مرة تأثيره عليك مليون مرة مختلف عن لما قد جاك فيك مليون مرة. بس إنه أوه شيت أنا ما صديت، أوه أنا كنت متوقع له هو سوى أوفر هيت مثلا. ففكرة إنك تكون عارف أصلا إنه هيجيك بريشر أوريدي تساعدك كده، بس على طول right off the bat. فاهم كيف؟ صح. فهذه من الأشياء اللي ممكن تجيب فيك العيد لو تدخل الماتش وأنت كده مسوي فيها إنه ما حيجيك برشا. yes. تبغى تكلم؟ تفضل تفضل. short point سريعة. I think إنه
to get over a certain amount of stress you have to put yourself out there. يعني لازم تروح للتورنمنتس, لازم you put yourself in that situations اساس انك انت تتعود انه اوكي هذا البريشر اللي قاعد يجيني الحين حاليا, طب كيف اتعامل معه, how do I deal with it. فهذه just يعني تكمله بوينتس لهم فقط. صح. انا بس ابغى اني سمرايز وحتى ابغى اتكلم شغله بسيطه. اوكي احنا كانت نقطتنا على المنتاليتي بدايه الكلام عن كيف تخلون هيلث منتاليتي حقتك, بعدين كيف تتعامل مع الستريس. طبعا الستريس يجيك من اشياء كثيره زي ما قال مو, انه تخش البطوله انت خايف تبغى تخسر, هذا شيء مثلا من الاشياء اللي تجيب لك ستريس. في اشياء ممكن تجيب لك ستريس انك سويت غلطه مثلا, او زي مثلا ملخيه ما قال او صارت سوات اب اير ما مات ليش, او اب ثرو ما مات ليش, استخدمت شخصيه غلط مثلا, خلي اقول المين حقي يخسر هذا الكاركتر وعندي سكندري ما استخدمته مثلا, فهذا الشيء ممكن يضيف للستريس. فهو كل الستريس هو ناتج من اشياء, الاشياء هذه تنحط فوق بعض ويصير عندك ستريس, فانت لازم تحاول تديل وذ ستريس. فانت تديل وذ ستريس لازم تديل الاشياء اللي تجيب لك ستريس. زين, فاول شيء بيجيب لك ستريس انك تبغى تفوز, اتوقع كل احد يبغى يفوز, فهذا ستريس رقم واحد. شيء ثاني انك الا ملوخيه ما يبغى يفوز, ملوخيه يبغى يجنك لقدامه بس, انا متاكد بلعب مو يبغى يلعب, هو ما عنده اي جول في الموضوع, الجول حق هذول بس بيلعب, فمو مو 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 ستريس فري من الاخر يعني, لانه هو بس بيلعب عادي اتمسخر عادي. اتوقع مو يزعل لانه يوصل الجراند فاينل بسرعه لانه ما يلعب كثير, لو يروح اللوزرز احسن يلعب اكثر. يبدا في اللوزرز على طول الميتر حقه بلعب قليل, يس بلعب شوي كذا بلعب, يلعب من تحت احسن. فالفكره انك او شيء ريكنايز الاشياء اللي تسوي لك ستريس, تحط لنفسك جولز معينه. خلينا نفترض مثلا انك ما تقول الجول حقي باخذ البطوله, اتس لايك خلينا نبدا بجول رياليستيك, خلينا نقول او شيء ابغى ادخل توب 8 بعدين ابي افوز الخامس مثلا, او مثلا اقل 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 ابغى افوز على فلان حتى مو لازم. فاذا حطيت لنفسك جولز معينه وحاولت تسوي لها اتشيف اسهل, ممكن تقلل الستريس على نفسك. زين, هذا شيء ممكن يساعد. طبعا انا قاعد اتكلم براكتيكلي, ما قاعد اتكلم على شنو هذه الكونسبت اللي قالوها الشباب, انا قاعد اتكلم عنك انت كشخص بغض النظر عن الليفل حقك. دور النقطه اللي تحس انك تقدر توصلها عشان ما تخلي الستريس حقك عالي. ما اقدر اجي اول بطوله داخلها بصير الاول, ما doesn't work this way. هذا unrealistic goal, حيحط لك unrealistic stress, حيحط لك so many things بيطلعها بعدها. فانت حط على نفسك goal طبيعي عشان اقول خالد اقول بلعب البطوله هذه عشان اتعلم شيء, بعدين بتعب بفوز, بعدين بفوز, بعدين بفوز. زين, فكل هذه الاشياء تساعدك لما توصل لمرحله الستريس الحين اللي هو مو قالها, انت حيجيك ستريس مهما كنت, لو كنت مكاليو بيجيك ستريس. كل احد اتوقع عنده طريقه انه يتعامل فيها مع الستريس هذا. انا ما ادري كيف مثلا مو يتعامل مع الستريس او كيف ملوخيه, انا ممكن اسالهم الحين يقول يعني في اشياء مره بسيطه وسخيفه جدا ممكن تقلل الستريس. يعني مثلا سمبل اوف انك تاخذ علك, تاكل علك في الجيم ممكن يقلل الستريس. في لعيبه كوره وسله كثير وتنس ياخذ علك قبل هذا عشان يحرك فمه, ايش يقول لك يقلل الستريس. والله حط لي ميوزك احبها مثلا, يا شيخ غير جلستك, انت جلستك مو قاعد مثلا كذا, اقعد بطريقه ثانيه, just do something, وقف وارجع اقعد مره ثانيه. يعني دور المشكله ما اقدر اقول لك انا ايش اسوي. انا مثلا شخصيا انا ثامر لما احس اني ستريسد اول شيء اسويه غير جلستي كذا, بس I just change my كيف اقعد, بقعد طريقه ثانيه, احس اني صار لي ريفرش بطريقة ما بطريقة أخرى. أو مثلا أحيانا أنا إيش أسوي, أنا غير شخصية مثلا, أنا مثلا ألعب لينك الحين, أنا قاعد مسخر بلينك كانت ديل وذ ذس, فهمت, خليني ألعب سكندري. طبعا هذا مثلا بالنسبة لي أنا لازم يكون السكندري حقي جاهز عشان أقدر ألعب الشيء هذا, بس أنا مثلا أحس إن دائما السكندري حقي دائم جاهز, فحتى لو غيرت السكندري حقي أحس إنه أنا الحين سويت ريفرش للجيم, الحين أقدر أسوي فروم ستارت مرة ثانية, خليني أغير التفكير حقي فإني كاركتر ثاني something else altogether. فأنا ما أدري كيف ممكن كل أحد يساعد, بس لازم دور الشيء هذا, look for this thing اللي ممكن يغير لك هذا. أنا مثلا خلنا نقول مثلا مو بغي أتكلم من فترة, معلش أنا آسف. يعني كيف أنت مثلا عندك شيء small thing that can alleviate أو إنه يشيل الستريس هذا منك مثلا؟ سؤال مرة بقول لك شيء زي كذا, حاجة تشيل الستريس تقلله مثلا يعني. بالنسبه لي شوف, انا حتكلم ححاول اتكلم ايام سماش 4, انا ايش كنت اسوي. شوف ممكن شويه قصه طويله بس بحاول اختصرها قدر المستطاع. في واحد لاعب ياباني كان احسن لاعب قلت جير
فترة من الزمن اسمه ناجي، ما أدري إذا الشباب يعرفوا، أتوقع شباب بعضهم في ستريم يعرفوا. ناجي هذا كان يعني أعتقد 4-5 سنين هو أحسن لاعب قلت كير في 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 اليابان. أوكي، فقريت له مقالة كان يعني هو كتبه زي تويت لونجر إنه إيش يعني كيف هو يتعامل مع برش، كان بيقول أشياء يعني سخيفة ما يعني ما لها معنى بس بالنسبة له لها معنى. فاهم كيف؟ من الأشياء أو الهدف الأساسي من الـ من الـ من المقالة هذيك إنه لازم يوم التورنمنت يكون عندك روتين معين. هذا كلامه. هو إيش كان يسوي؟ كان مثلاً يأكل من مطعم معين، كان دائماً عنده تيشيرت معين يحب يلبسه أيام الدواري، كان دائماً وقت البطولة وقت الماتش حقه كان مثلاً دائما يفسخ الجاكيت يقعد بالتيشيرت اللي يحبه، كان كذا عنده اشياء تحسسه بالامان. فاهم كيف؟ زي مارس بالبيجامز حقته. زي مين؟ مارس يروح يجي بالبيجامز حقته التورنمنت. يس يس ايوه زي السروال حق مارس. هذا الشيء يعني كان موجود في انمي انت قاعد تتفرج الان اللي هو بيبي ستيبس، ما ادري قد وصلت لسه الحلقة حقتك ما وصلتها توني. لا مو حقي قبل انت فاهم واصل خلصت سيزون 1 خلصته. بس انا بتكلم عن الفكرة انه كان عنده هابت يمسك المضرب حقه ما بين البوينتس، يعني بعد ما يضرب زي كده يقعد يمسك الشبك حق المضرب. حلو. هو كان مرة كان يقول انه هذا الشيء كان يريحه مثلا. اوكي ايه، فهذه الاشياء ترى يعني اتس كذا تو اوبن ما اقدر اقول لك. أيه. بالنسبه لي اي نو ات مايت بي ويرد، بس ايام سماش 4 كنت اتفرج حلقه حقت بيبي ستيبس قبل كل دوري، كنت يا راجل حافظ السكريبت الياباني من كتر ما اني واو. اوكي شفت الحلقه هذه حلقه 19 بيبي ستيبس 2 سيزون 2 يعني نايس. انا اشوف شيء غريب مره بس دا انه يفيده شيء غريب مره بس انه أيه. يفيده إيه؟ شوف انا حرفيا لو دقيقه بس خلينا نكمل عزوز. لو تعرف يعني لو قد رحت معايا دوري خلاص قريب ما نوصل دائما تلاقيني لحالي لابس سماعه قاعد على الجوال. ما ادري اذا احد قد لاحظ. دائما او يوم هذا في الفندق قبل ما انزل السياره كنت لازم اشوف الحلقه هذه. لان الحلقه اصلا كانت تتكلم عن كيف البريشر وما البريشر وزي كذا، كل مره يدخلني المود. فاهم كيف؟ هذا برا. جوا الماتش كان احيانا ايش اسوي؟ اعتقد عزوز يعرف هذا الشيء عني، يعني لما احس انه مره بريشر كذا اروح امشي اقعد واقف لحالي just to cool down. فاهم كيف؟ ما سوي حاجة. أعتقد في ماتشات مدرة سويتها مرة كنا نلعب في FD كده واقف، عارف واقف بس كده just to calm myself down لأنه قلبي بدأ قلبي بدأ مرة صار it's too fast ماني قادر. فهذه من الأشياء اللي كنت أحاول أسويها. كان في نوتس كمان كنت أكتب نوتس، النوتس تهديني بحيث إنه يعني أكون واثق في النوليدج حقي. فاهم كيف؟ اي يعني اطول ما احب وانا في الماتش اقول شيت ما عارف ايش اتصرف كيف اتعامل مع الفير حق شيك مثلا. فاهم كيف؟ yeah. النوتس هذه تجاوب على الاسئله حق الاشياء المزعجه. فاهم كيف؟ مو كل شيء في الحياه ينكتب. yeah. كيف بس مثلا الفير حق شيك لا تعمل لها بانش اون لاندنج بس على الطلع يعني رايز. yes. فاهم كيف؟ بس كذا سمول نوت. أيه. فيصير لما تعمل لها بانش اس اوكي لانه النوت بتقول كذا شيء يريح. ايه صح صح يعني صح هذا بالنسبه لي. أيه. انا فور مي ان جيم ذكرت اول في برين 1 وبرين 2 برين 2 دائما اللي يحبط فيك، فانا عندي ذا الشيء شخصيا. ف فور مي انا جبت برين 3 مع شبشب يضرب برين 2 حرفيا اقعد لا يا حما زي كذا ضرب مضروب في راسي الين ما اقول له اوكي عشان دودس ملوخيه. ما اتوقع انها ما اتوقع انها فكره كويسه ان نقولها للناس يا ملوخيه ملوخيه. اوكي كات 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 it's my way to fight with yourself. exactly it's basically reassuring yourself and no you can do this you can win. طبعا brain 2 هيقول لك what if والثاني هيقول لك no it's actually no you can. ف it's
كانك بتحارب نفسك الانر ثوت حقتك او هيز جونا جيت ا كومباك لا يو نو اتوز ما حيجيب كومباك حوري جاك شويه ابي دي دي ولا صح بس ذا بوينت از انه كل واحد لي اكيد الستريس بوينت حقه حيكون مختلف عن بقيه الناس وانت لازم لحالك يو هاف تو فايند ا واي تو ديل ويذ ات ما بتقدر يديك اجابه والله سوي كذا وكذا في تولز زي ما ذكرها مو والكتاب اللي ذكرها يساعدك انك يعني ما تحط نفسك او تعمل ديلينج للسيتويشنز هذه لو جت لك وتريحك بس في اشياء معينه نو بوك ويل هيلب يو يو هاف تو فيجر ات اوت يور سيلف فبس هذه اختصار الموضوع يعني يس نت ار كي بي عندك اضافات نو اي سيد ماي تو سنس في الموضوع هذا انت ما عندك طريقه عندك شبشب في مخك انت بعد اوكي انا اقول لك شيء ايوه انا اي دونت كونسيدر ماي سيلف از يعني كيف تقول اني انا ام جوينج ان تو وين ذا تورنمنت ام جوينج ذير تو هاف فان ام ا كاجوال بريتي ماتش فاهم از ماتش از نو اي وونت تو وين بس انه ما اخلي ذس سيت تشينجز ماي مود Okay. No, okay. I want to get high placements. I want to improve. You know, أنا حالياً أشوف نفسي إنه I am not in a position to زي ما قلت لي set your expectations in a certain point. حلو. فأنا I set my expectation إنه okay this year I want to be top 10 جدا. Okay. حلو. فأنا I do my best to reach that point. بس إنه أنا استخدم التورنمنتس از تعرف كيف اللي هو مثلا اختبار نصفي اختبار اللي هو بدايه الشهر بدايه الدراسه حلو اي يوز ات از مايلستونز تمام متى ازعل لما اوكي اي ام امبروفينج ريلي جود بس في ذس تورنمنت جاني ديكلاين هنا يبدا الستريس عندي يشتغل يبدا اقول اوكي انت why did you die to a Bowser F smash at 20 at the ledge فاهم يوشي ستوري ليش اوكي فتبدا تفكر انه اوكي طيب بس هذا يضرب مع هذا يصير جنبلايه هنا ف what I do pretty much ايش اسوي انا I don't think it ابدا I zone it out من مخي من set اخلص الست اطلع اروح بالحالي ننسى ضموم اروح اتكي I start think what بدأ يدورانك إيوة exactly فاهم في هذيك المومنت أنا I start to doubt myself I start to هناك ال amplify stress حقي أنا مو زي الناس أنا when I play I don't have stress at all for some reason فالstress حقي يكون after the match هناك أصير really hard on myself طب بس هذا جزء من الstress مو لازم يكون جزء في الماتش يعني ممكن يكون بعد الماتش still stress exactly. يعني exactly for the way I deal with it إنه okay I go back to the drawing board تمام اوكي I see what I can do better اسال عزوز اسال موسى موم whoever اب ما شاء الله has good knowledge of the game كمان ف that way okay I can see what I did wrong there I make sure that happens again that's the way والله صراحه نايس للامانه و يعني كلكم يعطيكم العافيه كل واحد اعطاني فيري جود خلينا نقول طريقه من الطرق اللي يستخدمها طبعا again على فكره باي ذا واي هذا كل الكلام هذا مش بس السماش يعني انت ستريس حقك يجيك في كل شيء في الحياه يعني ممكن في الدوام ممكن في الجامعه عندك اختبار بكره عندك ماني عارف ايش ما انت عارف تذاكر عندك بروجكت لازم تسلمه بعد يومين وما انت عارف شو تسوي فعلى فكره كل هذه الاشياء اللي قلناها زين ممكن تطبق برضو على الشغل على الدراسه على كل شيء في الاخير انت قاعد تتعامل مع ستريس يعني في ناس يعتبروا طبعا خلينا نقول مثلا ان رياضه الكترونيه اجين اي سبورتنت اللي هو اللوجو اللي انا امشي اللي انا احاول اني اوصل الـ او ابريتش تو ذا بيبل على ان الاي سبورتس از سمثينج ديفرنت ذان بلاينج كاجوالز لانه وشو الاي سبورتس يعني رياضه في تنافس في الموضوع زي ما انت تبغى تصير دكتور تبغى تصير احسن لاعب اي سبورتس تبغى تصير احسن لاعب كوره في الاخير هي تقريبا هو الجول حقك انك توصل لشيء معين هو انك تصير احسن واحد في هذا الشيء وهو اللي يعتبر اللي هو الاي سبورتس حالاتنا مثلا يعني او تصير احسن لاعب في سماش او واتيفر حسب الجول حقك فاي شيء تبغى توصل له اي جول مهما كان بسيط حيخلق ستريس فعشان تخلق الستريس هذا يطلع لازم تعرف من وين جاء شلون تتعامل معاه
طبعا اجين احنا ما اقول لك اروح كل علك وحتصير احسن من موم مثلا، لا طبعا لازم تروح تتدرب وتحط الوقت وتسوي وتزين وتضبط، يعني يبغى لك ستيبس كثيره، بس انت لما توصل للمرحله اللي يوقفك هو بس الستريس، لانك انت حافظ الدرس اوريدي، يعني الدرس انت حافظه، مش ان الدرس شيء ما تعرف عنه شيء. تخيل ما ذكرت اليوم بروح بكره اختبار بس اني حنقص الستريس وحاخذ اي في الاختبار. No, it doesn't work like this. بس انت درست الدرس، حفظت شيء، سويت كل شغلك، الحين انت وصلت لمرحله التنفيذ، جبت العيد فاين، جبت العيد، بس انت الحين تعرف كيف تتعامل مع العيد اللي جبته هذا. نجيب حلاوه، نفطر مع بعض، نجيب العيد، اتس فاين. رجع قبل اختبار خمس دقائق مثلا، انت يا تحط النوته حقت مو معاك، تغش، ممكن تغش بعد تصليد اللي معك يا يا مثلا مثلا شكرا. This is a way by the way، ترى على فكره في good ways and bad ways. اوكي احنا ما نبغى الباد ways بليز، يعني نبغى الجود ways. جانك موم يوقف يروح الحمام يغثني كل مره ياخرني في البطولات. فين رايح موم؟ رايح الحمام. او ماي جاد وين رايح هذا؟ فهمت؟ اتس لايك برو ارحمني. غبى ام الخص، غطي وجهك، غطي وجهك تشوفه خلاص. اوكي اي ثينك ثامر انه برضو ريلي جود بوينت ان ذس، انه قبل اي ماتش يو نيد تو هاف يور اكسبكتيشن اوف ذس ماتش. صح صح. يعني مثلا انت الحين لما تروح تلعب راوند 1 غير انت الحين اوكي انا الحين رايح العب مع موم، انا رايح العب مع ملوخيه، المايند حق نفس الماتش حيكون مختلف تماما. صح، لانه اوكي راوند 1 ات ويل بي ماتش ايزير ذن موم او سيمي فاينلز او فاينلز عندك. ف which each round you need to change your mindset الموضوع هذا عشان تقلل عشان اجين قلل الستريس. I do not agree. اه اوكي 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 المايك مع موم، بصدق يعني I was a victim of this. انه عشان الماتش راوند 1 ما دخلت كده بكل seriousness، او انه مثلا كان في expectations عشان الماتش راوند 1. بالعكس لما قللت الاكسبكتيشنز ولقيت انه اكسبكتيشن اكثر من اللي انا كنت متصوره، زاد الستريس حقي، ويعني I started falling. فبالنسبه لي لما تلعب always put your all، لا تلعب في هذا الموضوع. وحتى يعني mentality wise، يعني لما تلعب ضد اي خصم، لا يعني اذا تبغى يعني perfect scenario، المفروض انك تلعب دائما كأنك يعني ايوه يعني لا تحقر اللي قدامك. فاهم كيف؟ مو عشان راوند 1 and he's a no name معناته he cannot win. فاهم كيف؟ لانه هذا الشيء ترى بكل بساطه ممكن تخسر اول ماتش بعدين تاكل نفسك من جوا. فاهم كيف؟ خلاص تخسر اول ماتش، تخسر الست، لانه خسرت من هذا، مين هذا، وبعدين بدا الراوند الثاني، عارف 3 ايش بدا قاعد يلعب لي زي كذا، عارف فجاه جيم انتهى. اوكي زي كذا، فاهم علي؟ It's better to have high expectations than lower expectations. صح. High expectations على الأقل if he was underwhelming you have يعني you went all in عشانك you had high expectations. You continue on that path. بس إذا كان عندك lower ودخلت lower expectations هنا حتنضر، لأنه لو طلع higher than what you thought you have to readjust عشان تضبط ال expectations حقتك. صح. Which will take time. صح. You already lost زي ما قلنا. صح. حق الاختبار، لما تدخل اختبار وانت مذاكر غير لما تدخل الاختبار وانت قاعد تقول يا عم اختبار سهل ما يحتاج له، بس اقرا الملزمه او بس انت تنشغل جوا ترجع وجهك. اوكي تخرج انت قاعد تقول والله اني حمار قاعد هايط، عارف مسوي لي فيها، وفي النهايه اكلتها على وجهي. That's a good point. صح مره good point. حلو. I changed my stance completely. واو. اوكي ذات واز ايزي. كان اقدر اطلب مليون ريال الحين. يمكن عشان كذا الناس عندهم برايد يحسون لما يو تشينج يور ستانس تقدر تمسخرهم. 5 ريال و75 هلله يا ثامر. 75 هلله عشان التاكس. وات؟ تو سبسكريبشن. آه. هو كان زمان يقول 5 ريال 5 ريال دعم في فات.
آه أوكي ملوخية أنت متطور مع المواكب للعصر ما شاء الله لك. 2020 إحنا أشبك. آه أوكي 2020 الله لا يعيد 2020. والله سنة عجيبة هذه قسم بالله العظيم. عموما I think I said all my pieces صراحة. وال تكلمنا عن أغلب المواضيع اللي كنا ناويين نتكلم عنها في المايندسيتس وفي الإفكت أو في كيف تسوي ستريس. في الأخير موضوع الستريس موضوع كبير ما نقدر نتكلم فيه ولا في 10 ساعات فعليا. نبغى لك أيام وسنين. أنا إلى الآن نفسي ما أقدر أتعامل مع الستريس. أنا الآن أصير ستريس في الغير سماش حتى في الحياة نفسها. أي أحد في الدنيا هي will get stressed. لازم ترجع لك لازم تلقى طريقة زين. إحنا ما نقدر نعطيكم الجواب الآن بس نقدر نعطيكم مساعدات كيف توصل للجواب اللي أنت بالنسبة لك بيحل لك المشكلة. ودائما في أي وقت في أي لحظة تبغى تسأل سؤال تسألني أنا واحد من أي شاب موجودين هنا أكيد حيحاول يساعدوك مثلاً في سماش ريتد وأن سماش ريتد ستاف زي ما هم يقدروا يعني. فأنا صراحة ما عاد عندي شيء. تبغوا الشباب من الشات تبغوا تعطونا سؤال على السريع شيء بس تعقيب نهاية على الحلقة أو شيء أعطيكم شوية وقت يعني like 2 or 3 questions لأن النت اليوم سوالنا حركة وسخة شوي في الوسط بس يعني مشي حالك وأكشلي خلى موم يتكلم على الفاضي that's a plus يعني ف المسكيكة he was saying really good points صراحة. والله يعني نسلك له ما مشكلة نحب موم حنا بس يعني أخ أتوقع كل الناس الحين جو صار في فيوز الآن حنا خلاص حنا خلصنا ستريس الآن بدي يجيك الستريس. على فكره انا صارت لي الحركه ذي البطوله اللي فاتت في رياض سماشرز اللي فاتت. طبعا خالد اتوقع وصل قبل شوي بس اسطورتي خالد لا تفهم شيء غلط. البطوله الماضيه صارت لي في ريفرس 3 او خالد اللي فاز علي كنت فاز عليه 2 او كونفينسينج كانت كل الجيم لي. بعدين فجاه كذا خالد هي فاوند سمثينج انا ما ادري ايش صار جيم 3 بعدين مخي صار كذا فريز اي كانت ديل وذ ذس فهمت. جبت أم العيد وصارت 2-2 وغيرت اللوسينا وحاولت أوقف الستريس ما قدرت I just lost it خلاص الجيم انتهى. بعدها ما قدرت أسوي ولا شيء خلاص أنت تعرف اللي أبغى أمشي أبغى أروح خلاص ما أبغى شيء لا أبغى ألعب ولا أبغى أسوي ولا شيء ما أبغى أشوف أحد حتى ف I still struggle فهمت ما أقدر أسوي شيء ها يا فاهم كل أحد يصير له الحركة هذه. طيب I can recommend a good book about stress, but it's about poker. طب هات وش اسمه طيب at least يا لمس. Correct me if I'm wrong, but do you guys upload these broadcasts? Yeah, we upload it to YouTube, inshallah. Does anyone feel like he sometimes gets a self-destruction mentality when playing a set? Like I want to focus on a game, but my brain doesn't allow it. Literally, هذا اللي أنا قلته قبل شوي. Literally, هذا اللي صار لي بالضبط. أنا ما أعرف كيف الجواب، بس بدي إذا في أحد فيكم يعرف كيف ممكن يتصرف. ملوخية عنده شبشب، غير كذا غيره أحد. Yes. yeah, but how to get to شبشب level؟ أتوقع يعني اللي lock down يعني mindset جدا مهم في أي شيء تسوي في حياتك. هذه قاعدة يعني. انت تبي تركز على الجيم بس مخك قاعد يقول لك otherwise يقول لك لا you can't yes you can it depends عن ايش مخك بيقول لك او ايش ستريس بوينت اللي في مخك في المايند سيت. لانه ممكن لزانزا اتس ان جيم انه كيف انضرب كيف عمل كيف كذا. ممكن another side of it انه you're not good enough you can't win you can't reach تخيل لو خسرت تخيل يعمل كومباك. واكيد في other examples مع ناس ثانيه فانت have to figure out which part of it and how to transfer it into something good. For me كانت اللي هو ايش اللي devastating mindset من ناحية انه you can't do this you can't succeed وهذا and this منعني انه اركز في الماتش اركز في الاوبوننت. يعني الحين لما اكون ماسك عصاية هذه كمثال يعني وجاي بضربك بالاصح شبشب وجاي بضربك انت لو تجي تركز على الشبشب انت لو هتركز على الشبشب حتنضرب. انا ركزت الرياكشن حقك اي حتنضرب انا يجيني بي دي اس تي على طول. ايوه اكزاكتلي لانك انت ما بتركز عليا كبلاير بتركز على الاليمنت اللي انا بستعمله. فا اف يو كان نوت سي ذا بلاير بيهايند ذا شبشب كده انت يو اوريدي لوست. لانه انت المنتاليتي عندك او شخصيته قويه سريعه الاوبشن ليه ما جاء المفروض تيجي كيف هذه ضربة تقتل كيف ما تقتل وتقعد تفكر بس في الشخصية. You're not thinking about the player who's behind all of this.
كيف بيجيب الأشياء عليك أنت. فأنتو you have to have يعني a knowledge of how to deal with an opponent وليس التولز اللي عنده الأبونت. عارف أنت you have to look on this side. فأنتو you go research about the character, إيش الفريمز حقته, إيش سريعة, إيش الضربات السريعة, إيش الضربات السيف, how to counter this option, does another player, another character is better for this matchup ولا لا, should you pick, should you not, your capabilities, هذه كلها tools to help you dealing with that point of stress that you gain by focusing on the tools وليس the players. I hope يعني that kind of answers the question. حلو. طيب في حد يقول شيء ولا بقى, لأن أبغى أخذ آخر سؤال لأن عشان نقفل في هاوت حق لم لا الكتاب حق لمز The Mental Game of Poker Proven Strategies for Improving Tilt Control Confidence Motivation Coping with Variance and More. هذا الكتاب هو The Mental Game of Poker, صح كذا؟ كذا الاسم ولا it's all ولا كل الاسم هذا؟ No, I think that's it. Okay, so the Mental Game of Poker. Nice. هذا we got new book. موم ف موم أعتقد it's the whole name. Yeah. كل الاسم هذا اوكي, هذا كله اسم الكتاب. نايس, شكرا يا لمز. بس في اخر هنا في سؤال, هاو تو امبروف جوري يا جوري يالد, ما ادري انا ما اعرف كيف اقرا الاسم هذا, انا اسف هو ايفر جوري. اوكي, هاو تو امبروف وين اي دونت هاف سمون تو براكتس وذ. طيب سؤال شوي صعب لان قبل ما تكمل ديفا سأل سؤال مشابه اللي هو what is the best way to practice Smash for people that don't play online and don't have anyone to play offline with. I think هذول السؤالين يعني. Yes. ها وش الجواب متشابهة. عندك جواب؟ لابينج. الجواب الوحيد في راسي غير اللابينج انك تتفرج, معنى كله كذا. صح انت ما راح تعود يدك والماسل ميموري حقك, بس اتليست تعرف جو الهاي ليفل كيف يكون. صح صح, فاهم كيف؟ صح. لانه لما تروح ولما تقدر يصير تستوعب او هذا انا اصلا اعرف المومنتم كيف يمشي, اعرف اللعبه كيف بتمشي. بس الله عاد الله يعينك في موضوع الاكسكيوشن والمسل ميموري, لانه يعني زي اللي يتفرج كوره ويلعب كوره, فاهم كيف؟ انت فاهم كل حاجه بس لما تيجي تلعب شيء مختلف. هذا الشيء الوحيد اللي اقدر اقول لك عليه يعني يساعدك. اتوقع برضو ممكن برضو مع السي بي يو او شيء زي شادو بوكسينج ممكن يساعد. يا طبعا اي ثينك جست ماسترينج يور كاركتر ان افري ليفل اي ثينك ذاتس ريلي جود. او مثلا اقدر الخصها 4 بوينتس. 4 بوينتس الكاركتر دزنت كم, بس اتكلم ماسترينج ذا كاركتر وايز. اوكي شباب, خلينا اسوي شويه كنترول. ملوخيه الحين عنده 4 بوينتس او شيء, بعدين نقدر نكمل. يا اي ثينك يعني 4 بوينتس كان كفر من اللي انتم قلتوه. اف يو دونت هاف اني ون, اول شيء زي ما قال موم از واتشينج بودز اونلاين اباوت توب بلايرز. بس هذه نقطه مهمه, بس قبل ما تيجي النقطه دي, تريننج مود لابينج ان obtaining muscle memory by doing combos ولا strings ولا trying to recreate some scenarios, معنى ما حتكون true training mode بس recreate it to get the feeling of it movement practice. هذه جدا مهم, you need الشيء ده. yes. وعندك زي ما قال من bots frame data, I think it's really important just to have the knowledge of frame data. وآخر نقطة practicing online at least, لأنه online gives you that knowledge زي ما ذكرنا, يعطيك knowledge اللي تحتاجه of كده seeing the opponent's character move, the options اللي يستعملها and trying to understand what's going on. صح. Not as a يعني the true format, but something different. يعني gaining from the character that you're facing. فأظن هذا ال 4 points مهمة, bots, labbing and practicing movement and stuff like that. قلنا online knowledge and frame data, وأظن أهمها frame data. أتوقع برضو لأن نقطة الفودز حقتك, أبغى بس أقول إنه في الفودز تنفع للشخص اللي على الأقل فهم اللعبة. ممكن فودز equals أقيام plus tutorials, في tutorials عن الأشياء. yes. عن اللعبة. yes. basics, يمكن أنك ما أدري شو الليفل حقه, فأنت لازم تبدأ you start from the basics بعدين you go up 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 up. بس فودز equals all videos. exactly. yes. حتى في فودز some people يسوون عليها analysis, يشرح لك إياها بالضبط إيش يسوى,
he baited here but then he punished he jumped three times but then سوى له mix up whatever فاهم there are some videos that you can watch that really helps you really helps you especially high level set set matches تكون مثلا between MKLA و tweak و tweak I think ان جواب ايه شيء اخير بس ترى يعني في احس برايورتي احس الفريم داتا ما هو ده يعني اهم حاجه زي ما ملخي كان بيوصف لان الفريم داتا تو ثينجز كذا احيانا يجي مع الانتويشن كذا تعرف انت الوضع من لما تلعب اوكي ما بعرف الموفمنت هو اهم حاجه بالنسبه لي يو براكتس موفمنت اهم من الكومبوز براكتس موفمنت اهم من الفريم داتا I'm sorry لأنه الكومبوز it's way too dynamic في سماش أتفهم مرة أتفهم لو تتعلم كومبوز في تيكن ولا في ستريت فايتر عارف لأنه ما في دي آي ما في برسنتج ويت ومدري إيش الكلام الفاضي هذا لكن في سماش الكومبوز اللي تضيع وقتك فيها في الترينينج مود يعني مرة سهل تكون ما هي براكتيكال فاهم كيف النوليج اللي يخليها براكتيكال احس صعب بيجي بدون ما اصلا تلعب فعشان كده ما احسه برايورتي الموفمنت يس تقدر تصير احسن انسان في الموفمنت بدون ما احد يعني تلعب معه او تصير مجنون زي تسوي دي اي برجلك and you do the combo with your hands what I mean it's something at least وي بليم سكوراي يا وي بليم سكوراي سكوراي بنفسه سكوراي بنفسه هو يجرب شخصياته حاط اربع يدات قدامه قاعد يجرب برو لكن كيبورد قاعد يلعب على كيبورد مو كنت يعني بليز لوك ات اند فيكس ات من 64 ليش عشان سكوراي يبغى له شبشب ملخيه تصرف ملخيه تصرف اتوقع اليوم احنا كل طول هذا عشان بس هي ما تصرف كيف حالك كويس ناخذ صوره بس لا بس كل حلقه احنا كنا نطلع كلمه اتذكر الحلقه الاولى كانت سلطه والحلقه الثانيه ما ادري ايش كانت اليوم ديفينتلي شبشب هذه كلمه اليوم شبشب everyone needs a شبشب اذا تعرف الحل الاساسي لكل الاشياء انك you bring the شبشب عميل موزع الاساسي يا موزع هذه الشباشب are you worthy enough فيها في الموضوع فيها باث وحركات لانك ما حد يقدر تشيل الشبشب اذا ما وش هاي زي حيطيرك كروس ستيج ايش اكسكاليبر يعني لازم تكون رئيس انجلترا ايش اسمه ذا ملك انجلترا تطلع الشبشب ولا ايش شفت كينج ارثر بالسيف لما يشيله إيه؟ عارف اونلي ذا وردي كان نفس الشيء بالشبشب بس بدل سيف في صخره شبشب في دولاب اوه ماي جاد هذه اسوء نهايه في التاريخ لاي حلقه بودكاست ممكن تسوي شبشب ولا ما اجيب لك شبشب اكيد احلى اخ 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 يعطيكم العافيه شباب صراحه يعطيكم الف عافيه كلكم علي نت اركبي جزاك الله خير انك جيت معنا اليوم مع انه كان يعني شورت نوتس انا مره اسف المره الجايه نجيبك من بدري ونكتب اسمك على الستريم ان شاء الله ومو من الاسطوره اللي بس بيلعب يا با العب عطنا واحده بلعب بالضبط وشبشب سان ملوخية يعطيكم العافية وكل كل واحد في الشات شكرا جزيلا يعطيكم العافية لكم تفرجتوا معنا اعذرونا على اللي صار وعاد النت مو مني من السيسي أنا مرة آسف يعطيكم العافية السلام عليكم يلا باي guys